اللي تابعين جوجل ماب دخلنا في واحد القنص. المهم واحد الحومه باينه حومه مقمحه مغبره. شرف الصيغه، مرحبا بكم في فيديو جديد عاوتاني كيف ما العاده في الفلوقات ديالنا. كما كتشوفوا الفلوق هذا بادي من جو ممطر، ولكن راه كيصادم الصيغه تقريبا الحراره راه شي 32 درجه. المهم الفلوق ديال اليوم غيكون مبلبل كيف العاده، غادي نمشيو لواحد البلاصه كيقول لها بيلورينيو. درت مع الصديق ديالي سعد اللي كنت شفتو معايا في الفلوق اللي فات اللي كنا مشينا مع الجماعة، باش غادي نمشيو تماك غادي نبلبلوها. تما كاين المزيكا، كاين السامبا، كاين بزاف ديال الحوايج، وهاد البلاصة هي تقريبا أشهر بلاصة اللي كاينة هنايا في السلفادور. يعني كنت بغيت نديكم ليها ولكن كنت كنتسنى الوقت المناسب، وما كنظنش غيكون وقت مناسب حسن من أننا نمشيو مع الصديق ديالنا سعد ونبلبلوها. اليوم كاين الماتش ديال المنتخب مع زامبيا، يعني غادي نمشيو غنبلبلوها تماك واحد شويه، من بعد غادي نريحو في شي قهوه باش اننا غادي نتفرجوا في الماتش حنا كاملين ونديروا لكم الرياكسيون على الماتش ونشوفوا كيفاش غادي يدوز. انا دابا كنتسنى في اوبر، يعني كنحاول دابا نشوف شي اوبر اللي غيدينا باش غادي نتلاقى مع الصديق في ستاسيون ديال المترو، وغنمشي انا وياه. كما كتشوفوا اوبر انا مازال كنتسناه، هذا اوبر تاكسي. اوبر تاكسي كيكون قل شويه من الاوبر العادي، يعني بالنسبه لي انا كنمشيش في الطوبيس لعند الصديق ديالنا، كنت غنخلص تقريبا شي 5 ريال اللي هي 10 درهم مغربيه، ولكن بالابليكاسيون ديال اوبر تاكسي يعني تقريبا نخلص واحد 8 ريال اللي هي تقريبا 16 درهم مغربيه. ما كاينش شي فرق كبير، سيرتو راكم عارفين الطوبيس صفصيفه صفحه تسنى وروينا. اللهم اوبر تاكسي غيهني الوقت. اذا حنا دابا كنتسناو شي واحد يكونفيرمي لينا لا دوموند ديالنا باش يدينا الستاسيون ديال اوبر. راه كيبان لي تعطلت على الصديق، ولكن كنتمنى ما يتعطلش علينا. اصدقائي على سلامتنا، اوبر تاكسي كنعيقش لنا صح مع الشاور روينه مشكله صاحب. ها هو اللاعب كيف العادة؟ سير عادي سيرك اصاحبي عادي تتشوي رصاد اصاحبي مزيان تبردوا شوية اخي. هذا نشارجو لاكار فين هاني انت مرتاح هو هذاك عندك بيكس ياك؟ عندي سير عادي سير عادي مابقاش كيجي معاك الكاش انت حلموك هادي وتشوف. المهم الاصدقاء حنا دابا كاينين في ستاسيون ديال المترو كيف ما كتشوفوا، غادي نشدو المترو باش غادي نتحركو لبيلورينيو. ولكن غادي نضربو على جلينا شويه. انا صاحبي جاي عندي تقول لي غنضربو عليها بحال كتشاور معايا صح. قول لي مالك تحديات شنو الفلوق؟ اخويا باقي دار معايا غيدير فلوق. من بعد من بعد ان شاء الله غيدير. خاسر هادي انت مش بعاني الاعطاب دوس بعاني الاعطاب شوف. فاحنا دخلنا نستناو في المترو كيبان لي راه هو جاي ليها. بلا ما نطولوا عليكم هذا البلوك كيبان لي خلينا تا نوصلوا لبيلورينيو هذيك الساعة نبلبلوها تماك ونتفرجوا في الماتش ديال المنتخب ياك. شحال بعد التوقع ديال بعد ديال الماتش ديال المنتخب؟ رابحين رابحين. شحال؟ شي 2-1 ولا 2-0. أنا خويا كنقول هذه مرة كندير التوقع كيجي الصاد راه هي شي كتجيب راس. التوقعات. أنا كنقول الصاد هذا الماتش هذا غتكون شي 4-0. لا لا ما عرفتش. أحد زعما لاعبين بالليل ما كاينش ديك الرطوبة بحال بالنهار. لا غتكون. المهم انت شحال قلتي تسجل واحد؟ واحد في الزير وانا في التوقع. انا قلت 4-0 ولا الصيغه ونشوف شكون اللي غادي يجي واش انا ولا هو. وحنا الاصدقاء وصلنا للسونتر فيل ديال السلفادور. حنا دابا قدام ما عرفتش شنو هو هذا، واش برنامج ولا محكمه ولا ما نعرف. فوريم روي باربوزا، هاد السمية ديال باربوزا هنايا معروفة عندهم هنايا في البرازيل، بحال شكون ديالنا حنا كيقول لك بناني
كيقول لك بنيس على التسميه، عشان انا كتسمع شي واحد بنيش وباربوز عارفهم كحاله العاقه ومكحاله كحاله بداك الشيء ديال الدوله وكذا وهذا. ومعنا سعد شاو راه واحد مع جوجل ماب تماك ما عرفش منين يدوزنا، حنا تابعين باش نشوفوا فين راه خرجوا. عايش الحياه طال بونشير ياك اخي ديال حياه في البرازيل، حياه بلا حياه ما هي حياه. احنا بنادم ظاهر بلا مضل لعيبات، اول مره غطيح الشنب بالنسبه لي وانا هنا في السلفادور اول مره. ان شاء الله يديك طيح ديما بعدا شوف هنايا توبيكال هنا السوائي راه دابا خاص الناس يفهموا واحد البلان. دابا الصيف عندنا هنا فهمتيني في البرازيل يعني الصيف، ولكن راه الجو بحال هكا ماشي الله. انا راه عارف دابا الدراري راه كيتفرجوا فينا راه كيشوفونا دابا الشتا وضاربين نصكم وانا ضارب بحال هكا راه الصاد والله يس الصاد اصاحبي راه واخا الشتا هنا راه عالم عندهم واحد الجو هنا راه عجيب. انا بالنسبه للسونتر ديال السلفادور بان لي فشكال على السونتر ديال السلفادور بشكل على السونتر ديال سميتو شويه المدينه شويه باقا قديمه فهمتش. كما قال لي سعد واحد الخيط انا كتحس براسك بحال في واحد المدينه افريقيه بحال راك في كوت ديفوار ولا في شي لعيبه نتوما بان لكم داكشي ديال شنو هما هادو شيرش كنيسه كنائس عندهم هنايا كثار تا هما يعني كاين الديانه المسيحيه انا كثير عندهم هنا في السلفادور عندهم بزاف الفروع المسيحيه. ها كيما قلت لكم الاصدقاء سعد غيخرج علينا هذا سعد هذا غيصيفطنا انا غادي نتابعين جوجل ماب دخلنا في واحد القنص المهم واحد الحومه باينه حومه مقمحه مغبره مغبره زدنا من حال قدام شي وحدين عالسلامه. المهم راكم عارفين حنا مغاربه ما كذا بنادم خاصو غير كما كنقولها ديما في الفيديوهات ديالي ما عمرك انك تدخل شي بلاصه تبان لك خطيره وكذا وهادي وتبين فيها راك نكد درب بحال راك انت اكسبر راك داخل فهمتي. ملي كدير بحال هكا بنادم كيقول هذا اما عارف اما جاي عند شي واحد ولا كذا ملي كتكون هذيك اللعيبه نكرا ولا هادي كتسميتو دزنا دابا من واحد الحومه واحد خوتنا تما بقاو حاضرين راك عارفين راه الشوفه ديال بنادم راه باين. وانا دابا عندي الكاميرا دايره في هذاك الترايبود طويل كتبان بحال شي سلاح وكنضربها مورا يديا كنكري بها بنادم عشيري وانا كنشوف ان شاء الله مكتبه شي حاجه راه مكتبه راكي معاك انا عشيري راه الموش معاك انا راه مكاينش هذيك اللعيبه ديال راجع اللور ولا العلاق غادي عشيري المغاربه فيما مشاو يحروها. احنا بنينا كندخلوا لبيلورينيو هاد بيلورينيو هذا على حساب انا ما عارفش ان بحال الشكل ديال المدينه القديمه ديالنا حنايا في المغرب كتلقى مدن مدينه قديمه في كل مدينه كبيره كتلقى فيها مدينه قديمه. اذا هاد البلاصه هذه المدينه القديمه ديال السلفادور هنا فين كيكونوا لي فيستا كيكونوا كتكون زاهيه بالعربيه كيبلبلوها هنايا. راه كديشكم واحد البلاصه بحال هذه كاينه في ريو دي جانيرو كنا بلبلنا مع تيتيز. اذا جينا باش نبلبلوها هنا عاوتاني يلا نتبعو المزيكا. على حساب ندير مع شي اصدقاء هنايا شي تيتيز وشي لعيبات درت معاهم غنتلاقاو هنايا نشوفو واش غنتلاقاو معاهم ولا لا. Show.
الارتيست اللي تلاقيت معاه كاينين معايا في هادو متطوعين معايا في الوسط. يلا جاو باقي الجداد يعني باقي عندي معاهم شويه. ملي غنضربو شي تصويرات انا والاصدقاء بانت لي الدعوه زايد تصويرات تلقاهم عندي في الانستغرام. هذا هو سعد شاو اميغوس. على حسب ما قال لنا الصديق سعد قال لنا باش نبداو من هاد البلاصه هادي هي باش غادي نبداو بيلورينيو عاد باش غنبداو نطلعو باش نوريكم البلايص الاخرين. دابا اليوم الاربعاء كاع لي موزيوم والكنائس على حسب ما قالت لنا الصديقه اللي تلاقيت معها قالت لي راه كلشي فاور يعني غنحاولوا ندخلكم الاغلبيه ديال الكنائس هنايا وال كيكونوا لاشي الموزيوم متاحف والمتاحف. حنا دابا كاينين في شو سميت هاد البلاصه اخي سعد اليفادور لا سيردا هذا واحد الاسانسور هذا تقريبا اللي كثر من القرن هذا كيقولوا لي اسانسور ديال اليفادور لا سيردا وكاين تماك الميركادو موديلو كيف ما كيبان لكم تماك. هذا الميركادو موديلو على حسب ما قال لي سعد هو اللي كانوا كيجيبوا فيه الافارقه وكيبيعوهم على شكل عبيد البرازيليين هنا على حساب الخدمه. وغادي يبان لكم واحد اللعيبه كاينه هنايا هذيك على حساب ما قال لنا السعد شوف باش لا كانت شي معلومه غلط راه هو السبب ما سوقيش. على حساب ما قال لنا السعد قال لنا بلي تماك كان حبس كانوا حدايا واحد خونا مورا يدنا الطياره على ما عرفنا خونا ولا اختنا المهم هذا كما قلت لك راه كان حبس تماك كانوا كيحبسوا فيه وكما كتشوف هذا المنظر الجميل هنا كاين البحر كما كتشوفوها ما كنعرفش نشرح هادشي ديال التوريستيك راه ما عنديش ما عندي مع التبلبيل والتيتشيز وداك الشيء واحد كرويز رايش كتبان لك من هنا في البحر هذيك ياك كرويز ماشي شر الباطو اللي قداش هذاك هو هذاك كرويز اذا حنا دابا تعرفنا على الاليفادور لاسيردا مشاو نتعرفوا على بلايص اخرين عاوتاني. وهذه هي الساحة ديال الاليفادور لاسيردا. خدنا ولا خونا شنو قال لنا قبل؟ اولا بونيتا اوه بيوتيفول شي لعيبة بحال اولا بونيتا احنا بونيتا هنايا لا قال هاي بيوتيفول بحال هكا هاي بونيتو هنا يدبر على راسه لوبيا يدبر على نفسه. إلا دابا كيف ما قلتي لينا خي سعد الكيد ديالنا دابا راه خاصكم تشكروا انا ماشي كيد انا فوق كيد هضرنا معاه قلنا ليه دير فلوق ايوا قلنا ليه دير فلوق ما بغاش يدير لكم فلوق ادخلوا عنده القناه تشجعوا باش يتموتيفي يدير لكم فلوق لاشين ديالو راه في الديسكريبسيون انا اصدقاء ادخلوا وركوا عليها لي مو صديقونا شوفوا السلفادور مازال غيصور لكم انا دابا راه بحال كنخطف لك دابا فهمتي لكن راه دي ما تخافش دابا بان لي واحد المتحف هنا كاين في واحد الكنيسه حتى هو غندخلوا ليه ما عرفتش غيخليونا نصور ولا ما نصوروش ولكن انا كندير فيه كامب وديما فهمت وديما كندخل شي بلاصه واخا كنقول مع راسي راه ربما راه ممنوع ولكن كندير كامب وكنجبد الكاميرا كنبدا نصور لا جاو هضروا معايا راه كنحيد الكاميرا ما هضروش معايا راه داك الشيء حتى راكم عارفين فهمتوا كنديروا فيه التبهله خصك دير التبهله مره مره دابا تربح دابا تربح مالا التمثال هذا واش طاح ولا هو بحال هكا؟ لا هو بحال هكا هو عوج اه هو مقدم ما عرفتش واش غتفهموا هاد التمثال هذا ولا ما غتفهموش ولكن بان لي بحال شي واحد متكي على الصليب ولا شي لعيبه بحال هكا ما فهمتوش انا بعد انا بان لي بحال طيح ميلو ما نطيحوش ميلو ما نطيحوش سيري انا كيبان لي اخي ديالي تكون شي بيون هادي في السانسيت السانسيت كطيح عندهم هنا واقيلا مقارنة مع المغرب راه كيبان بحال بحال الشمس طايحة في الغروب ولا لا نورمال حنا في المغرب كطيح عندنا الشمس تولوك هنا عندهم الشمس كطيح تولوك يوم القيامة الأصدقاء هذا هو المنظر هنا طايح ما يلقاوكش
خصنا نديرو شي تحدي خي سعد بلي شي دير بوحدك اخويا بلي شي ديور مهجورين هنايا ندخلو لهم بالليل ولا كيفاش؟ حنا بحال داك خونا مالك التحديات قالت لي واحد الدار مهجوره راسي انا كاين بزاف ديال الديور مهجورين انتوما راه كاين هنايا واحد العماره كامله مهجوره كاملين هنا بلي كلشي مهجور انا ياك انتوما الديور كاملين راه مهجورين الاصدقاء هنا كلشي هنايا هادي شي راه مهجوره اشنو وصل هذا الفيديو واحد 5000 لايك نجيو نديرو لكم شي تحدي انا ندخلو نكتشفو لكم هاد العمارات هنا وكاين بالليل بالليل ندخلو للحد واخا راه هنا راه صعيب راه اغلبيه كيكونوا شادين من المافيا ولا بينا صافي هاد القادب هذوك الشريرين كينعسوا فيهم فهمتي طالما ماشي شركه المافيا تولوا معنا الاصدقاء تولوا تولوا ياك يقول لك تولوا معنا الاصدقاء تولوا نتوما راه بحال عايشين معانا هنايا حنا كنخسروا الفلوس ونشدوا الترونسبور وروينا الاصدقاء كيتفرجوا من تحت المطعم هذا بعد البرد عاجي غير هو واحد الحاجه خويا فهمو مع الجو دابا مغمم فهمتي ما هاد البلاصه كاع ما فهمتي ما تعطيش حقها 100% مزيان يعني هو البلاصه بان لينا الاصدقاء واحد السونتر كولتورال بغينا ندخلو ليه تا هو نشوفو هاد الديكور ديالو كيفاش داير ما تبان لينا كنيسة ولا شي لعيبة بان لي واحد خونا مريح تماك عندي ليه ديك الدخلة ديال الكول اميغو تودو بون بليز بريسيزامو سبيكار كاكا كويس سي بريكار يو اسكوتو كي اوجي غراتيس ني A gente não entra no esquema de gratuidade porque a gente é privado. Sim. Então, obrigado, amigo. Beleza. كنضحك عليا بنادم المعشير ياك عشرين درهم الدخلة عشرين درهم شمالي ندخل الجنة عشرين درهم شي نضرب بها خويا فيا الجوع حيت اليوم نورمالمون قال لك اليوم راه فابور حيت بحال دابا مثلا في ساو باولو نيت كيكون نهار الثلاث كيكون كاع لي موزي وكاع المتاحف تماك والبلايصي كيكونوا توريستي كيديروا فابور ولكن سمعتو قال لك بريفاد زعما بحال ما تابعش غوفيرنو ولا شي لعيبه فهمت؟ عرفت التمثال ديال الزومبي زومبي كان عندهم زومبي هنايا لا هو اصلا كان مقاوم صاحبي هو سميتو زومبي هو سميتو زومبي كان مقاوم في ايامات كانوا برتغاليين وهولنديين وكانوا اسسوا واحد الدوله زومبي ما عاد قال لك الجد ديالو اسسوا واحد الدوله باش يحاربوا البرتغاليين والهولنديين وربحوا بزاف ديال المعارك ولكن في الاخر انهزموا علاش؟ ما كانش عندهم اسلحه الاسلحه عنده بدائيه فهمتي الاخرين راه جايين معبئين الهولنديين انا معاك نتفرج هذوك الافلام ديال الزومبي قلت هي زومبي تشو لا ولا باش فهم البلان هو راه قال لك هذا الزومبي هذا قال لك كان مسلم وبالعاني بداو كيشوفوا الصوره ديالو دابا في الاعلام حكا هو افلام زومبي على شكل كائنات فهمتي احياء الاموات فهمتي احياء الاموات على ما كيقولوا الله اعلم لقد فهمتك يا صديقي العزيز قبل يا معك فوقيد صاحبي فوقيد واعر اصدقاء غندور البلوغ ندوي بالعربيه الفصحى باش نبداو ندخلوا الصرفه ما كتفاعلوا معنا ما تشوزا ونبداو ندخلوا بداو يتفرجوا فينا السواعده وتفرجوا فينا الاماراتيين نديروا شي تيست سير على مرحبا يا اصدقائي الاعزاء اليوم سوف نزور واحد من المناطق السياحيه هنا في سلفادور المعروفة ببوليرينو كيلورينو كيلورينو واسبر كاربيا بقية دابا رجعنا لهذيك الخصة اللي كنا زدنا حدا من قبيلة راه ضربت لكم التصويرات راه غنعاود نقول لكم عاوتاني دخلوا عند سعد لاشين ديالو والانستغرام ديالو راه غتبقى حاطو في لاشين ودعموه وما تحشموش بيا الاصدقاء وما بقاش اصاحبي وش بالنسبه للاصدقاء اللي مثلا باغيين يبداو دي شين ولا شي لعيبه بحال هكا حطوا لي لي شين ديالكم في لي كومونتير ليان ديال لاشين ديالكم فيديوهات زين غنبقى ندير لكم الدعم ديال لي شين واللعيبات ما تخلصوني ما والو حنا حيت انا راه في واحد الوقيته كنت كنبغي شي واحد اللي يدعمني وما كنلقاش يعني انا عز عليا ندير بحال هاد اللعيبات هادو يعني اللي عنده شي لعيبه يخليها لي في لي كومونتير الفيديو الجاي غندير لكم غنبدا لكم هاد البلان هادي غنبقى نشد واحد جوج ديال لي شين ولا ثلاثة ونحطهم وتعاونوا بيناتنا الأصدقاء راه ما فيها والو راه عادي
بالروج ياك اخي سعد. شوفوا ديك الكنيسه واش قادروا ندخلوا ليها ولا لا؟ دخلوا الحبه جمال على كانش بالفلوس ما غندخلوش. لا محال زعما اماكن العباده زعما. هيا خويا حنايا في المغرب كيقول لك لا ما تدخلش الا ما كنتيش مسلم، كيوقف عليك في الباب. دابا مثلا جامع حسن الثاني انا كنقصد كيدخلوا السياحه صاحبي، انا كنقصد راه كيخلصوا كيدخلوا. انا نقول لك حيت انا جاو عندي ناس من البرازيل باش كيشوفوا المغرب، جاو عندي من الشينوا كنديهم جامع حسن الثاني كنبغيو ندخلوا، كيقول لك الا ما كانش مسلم، الا كان مسلم غيدخل فابور، ما كانش مسلم خاصو يخلص تقريبا شي 200 درهم مغربي. لا هو كيسمح لي اخويا مصر غير في وقت الصلاه، وقت الصلاه ضروري ماشي حاجه تدخل، ولكن عندك كاين واحد الاوقات اللي كيجيو السياح كيدخلوا كيدخلوا بالفلوس. لا بالفلوس لا ولكن كيقول لك الا كنتي مسلم تدخل فيها. ما عرفتش هذا ما بلاش على بالي انا حتى المسلم كيخلص اللي بغى يدخل يعني زياره. لا ما عرفتش اذا انا راسي غير شي ما معقولش. هنا الكنائس كتدخل لهم فابور، انا ما كيقول لك ولا خلص ولا والو الرجول. شحال من مره دخلت الكنائس هنايا وعادي ما كاينش اللي يسولك ولا يقول لك واش مشاي بصح مسيحي ولا ماشي مسيحي، كتجي كدرب وكتدخل. هو راه بصح الاصدقاء راه بحال دابا مثلا المساجد راه كيبان لي راه ما الا كان داكشي بيان اورغانيزي وكذا راه ما فيه والو انهم يخليو السياح يدخلوا، بالعكس كيتفقوا في كيقول لك العظمه ديال كيفاش حنايا كنتهلاو في الامور ديالنا وكيفاش الناس كيسلاو. يعني راه كدور لي في الخوا كيولي بغى يدخل الاسلام ولا يقلب كثار ولا I don't speak Portuguese so good. Just Alicia. Sorry, okay. You do like information? I okay here like I say as a guy. Okay, here it's about your history. A lot of information here about the church, museum, about Candomblé religion, shrine of Candomblé. Salvador is like Africa outside Africa. Exactly. Yeah. Exactly. I know. Okay. This, but I you know look, the story. Look here. Just local here. Yeah. Don't pay for this. Just here. Ah, okay. Sim. Look at the ceiling. Obrigado. The ceiling. It's a nice painting. Sim. Obrigado. هضرنا مع الاصدقاء، المهم لقينا فيه مسكين خلانا ندخلوا قال لنا ضربوا الدويره غير هنايا راه فابو. شوفوا تولعوا معنا الاصدقاء. هنا كاين داك المسيح ديالهم راكم عارفين الاصدقاء. كيما كيبان لكم الشخص السقف تا هو راه سمينو ها هو. صافي تولعت يا اخي سعد الله يجعل البركه. نشوف اميغو بريغالو فاليو يا مارو اللي تبع النافيو. يو اوب انسايد ذا شيب. نو اوب سيتاو انسايد ذا شيب. بريغالو ريف تكون كان حساب لي جينا في الكرويز هذا اللي كيجيو لي هذاك شاش بني عامر بان لي هذا علاش بدني عامر حيت قلت لك في الفيديو في الاول كنا حدا الي بعض راس هذا قلت لك شوف الكرويز تما كاينه هكاك وانا نفهم هذاك شاش واقيلا حولوه ما بقاش فابور واقيلا الصباح كان فابور ودابا هاي كاينه واحد كنيسه انا زوينه تاعي هادي ما عرفتش كيفاش دخلها كاع ما هادي قديمة ولا واقع على رد دخله هي هذيك كاينه دخله اخرى هنا فكرة حتى اللعيبات هادي علاش كيديرهم؟ ما المعتقدات ديالهم عندها علاقة بالشي ديال الدين المسيحي وداك الشيء غتلقاها حتى في واحد الكنيسة بون في أصدقائي 4:30 الماتش غيبدا مع 5 بالتوقيت ديال البرازيل
حنا دابا غادي نحبسوا لكم التور ديالنا، وريناكم شي لعيبات هنايا وكذا، نمشيو غنريحوا في شي قهوه ولا شي كوان يكون فيه شي ويفي ناضي، باش غنتفرجوا انا والصديق في الماتش ديال المغرب، وعاد غنعاودوا نرجعوا غنكملوا لكم التور في الليل. فهمتوني الاصدقاء؟ عذرونا خصنا نشجعوا المنتخب ديالنا ياك اخي ديال واحد بوز، فهمتي؟ واحد بوز ديال واحد ساعتين كملوا ليكم التور، وانا راه كتكون زاهي اكثر من الليل ياك. المهم عقلوا على هذه البلاصه هنايا، هاي خلينا حنا القصه، نعاودوا نرجعوا حنا القصه ونكملوا ليكم التور، حيت بولي بيليرينيو ولا بوليرينيو سميت حبه كاع صاحبي. صافي غادي نعاودوا نرجعوا له، غنديروا لكم واحد الدويره في الكنيسه نكملوها وصافي. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. هذه الكنيسة ديالهم هنا، هذه اللي واقيلا معروفة هنايا. تقريبا بنت ليا أربع كنيسة هنايا. والله عشان نمشيو نقلبو في الريف. يلا الاصدقاء غنقطعو ليكم هاد الفيديو هنايا، بين ما لقينا شي كوان يكون ناضي نمشيو نتفرجو في الماتش. كنتمناو ان المنتخب الوطني ان شاء الله يدي كاس افريقيا. ما وليتش كنتعطل في الفلوكات، راه ما عرفتش هاد الفلوك امتى غادي يغير. عرفتي شنو؟ نفس العقلية ديال المغاربة، الريستورات هنايا بغيتي تدخل الطواليت 10 ريال. هي 20 درهم مغربية. اه كاين شي حاجة فابور راه الكروز هذيك شحال كيخلصوا فيها. يلا الأصدقاء نشوفوا شكون فيها غنريحوا، نعاودوا نرجعوا لكم بالروج. حنا الأصدقاء دبرنا على واحد القهوة كيفما كتشوفوا، هاد الكوان ما فيهش، هنا قريب للسونتر، جينا عندهم ويفي هنايا كيما كتشوفوا، حاطين كنتفرجوا في المنتخب، حطوا لينا هاد اللعيبات هادو ما عرفناهم شنو هما، واحد عاصم ديال اناناس. المهم راه مالين في راسنا الاصدقاء ياك اخي، ضروري نتمناو ان شاء الله الفوز للمنتخب الوطني، وما نضيعوش في هادشي اللي كومون دينا على قولنا. ان شاء الله يلاه يسالي الماتش ونقول لكم شنو كاين. سال الماتش بيفوز المنتخب الوطني المغربي 1-0، كان ماتش صعيب شويه ولكن المهم ربحنا، دزنا حنا الاولين. حنا دابا رجعنا للسونتر، كاين هنايا واحد الشو كما كتشوفوا هنايا، بلبلم بلبلم porque vão chegar aqui quatro lindas musas pra brilhantar a nossa noite. Lá vem elas ali, ó. Já estão de olho? Se prepare que meu carro volta, hein? Não acabou não, tá só começando, como eu disse a vocês. Essa aqui do ladinho de Gabriela. Essa do ladinho de Gabriela. Com esse jeitinho todo parceiro. Sabe quem é? Alguém quer arriscar? É Dona Floripa de Espada. كيكونوا خدامين يعني، راه القضية خاوية شوية كيف ما كتشوفوا. يعني ما كاينش بزاف ديال لي شو، ما كاينش بزاف ديال لي فيستا، القضية شوية طفات دابا في هاد الوقيتة تقريبا، دابا راه 7:15 كلشي طفى.
ولكن كما كتشوفوا راه كاين ديما كيكونوا دي شو بحال هكا شي لعيبات كيديروا بحال هكا، ولكن كنظن انها غتكون زاهيه اكثر نهار السبت ونهار الجمعه، يعني الجمعه والسبت كتكون هنايا مبلبله. احنا كنا بغينا غير نوريوكم هذه البلاصه، هذه السنترو ديال 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 السلفادور، يعني كما كنقولوا احنا باللغه ديالنا المدينة القديمة، تعرفنا عليها، شفنا العيش كيفاش داير، شفنا الكولتور ديالهم هنايا، تعرفنا على البلايص التوريستيك هنايا، وكنتمنى يكون تكونوا استفدتوا عجبكم هذا النوع ديال ديال الفلوغ هذا. وكان معنا خاي سال، نعاود نفكركم دخلوا عندو لاشين، راه لاشين ديالو في الديسكريبسيون، ما تحشمونيش معاه الله يرضي عليكم. شي مليون ابوني، شي مليون الساهل، الله تسهل اخي ديالي، حدثك الساهل اخويا، الله يحفظك ليا. المهم الاصدقاء كيبان لي موقع ما يتصور، داك الشيء اللي كنا بغينا نوريه ليكم راه حنا وريناه ليكم، كنتمنى يكون عجبكم هذا الفلوغ كيف العاده، لايك سبسكرايب، خليو لينا شي بارطاج وشي كومونتير يكون ناضي، والكلمه ديال اليوم ديما كنقول لهم خليو لي شي كلمه باش كنعرف اللي كيوصل لخر ديال الفيديو، قول لهم شي كلمه يحطوها. هاديهم صعيبه. بيلورينيو كتبوا لينا بيلورينيو غادي نشوفوا شنو غادي بالعربيه كما كتبتوها. لا لا شو غتكتبوها بالفرنسي واللي جابها صحيحه غندير ليه مفاجاه، ما نقولش شناهي، ولكن المهم كتبوا بيلورينيو في الاخر حتى هذا بلا، واللي جابها صحيحه راه عندي ليه واحد الجيف اوي غيدخل يقلبوا عليها. كيفاش كتكتب دابا مزيان اصلا قليل اللي كيدخل كيبقى يتفرج في الفيديو حتى الاخر، فهمتي؟ يلا الاصدقاء تهلاو.